الفنان الكبير أحمد السقا عمل موقف شهم وبطولي جدا لما وقف بعربيته عشان ينقذ بنتين اتقلبت بيهم العربية. أحمد السقا طلب من كل الموجودين إنهم يبعدوا عن العربية اللي كانت بتتحرق، وخرج البنتين من العربية ورجع دخل تاني جوه العربية عشان يبطلها عشان النار ما توصلش لتانك البنزين، ويدي المفتاح لصاحبة العربية. الناس اللي كانت موجودة حاولوا يخرجوا السقا من العربية عشان كانوا خايفين عليه، لكنه رفض لغاية ما قدر يبطل العربية وياخد المفتاح، وبعدها طلب النجدة وممشيش غير لما اطمن على البنتين.